بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأفضل. ربنا انصرنا على أعدائك أجمعين، آمين يا ربنا يا كريم يا سميع الدعاء. الآن بحول الله تعالى سنتطرق إلى الكشف عن بعض ما أتت به آيات كريمة من سورة الأنفال لبيتا. والسورة هذه نزلت بعد البقرة، مدنية النزول، إلا 7 آيات من 30 إلى 36، وذكرت معجزة النصر الذي وقع في بدر رغم قلة عددنا، نحن تقريبا 313 وربما فارس واحد، هم قرابة ما بين 900 و1000 قريش، وهي معركة خالدة تسمى معركة بدر الكبرى، وكانت انقلاب في موازين القوى بين قلة مؤمنة وكثرة كافرة، وراهم كفار من نوع اليهود، واسقط من الكفار اليهود. قال شوفوا اليوم كيفاش اليهود اسقاطها متاع البشر، ولا هي تسوس البشر. ثبتوا بالمليح كي وقت واحد ينصر ربي، ربي ينصر، فيعلي مكانته ويعطيه من الغنائم ما اراد، ومن القوة والمناعة. نعود إن شاء الله تعالى.